قمنا بزيارة إلى المشاريع المتلكئة في الساحل في المجمع الطبي، منها مصرف الدم والحروق، بالإضافة إلى الطب الذري. فيما يخص البناية الطب الذري، قمنا بزيارة إلى المعجل الخطي. طبعا بناية المعجل الخطي طبعا تحتاج إلى إعادة تأهيل. نحن نناشد الجهات المسؤولة وخدمة للصالح العام بعدم شمول البناية التي تحتوي على المعجل الخطي، بعدم شمولها بالهدم. نحن كما نعرف بأنها المنظمة UNDP هي سوف تقوم بهدم جميع البناية التابعة للطب الذري. هي ما يحتاج لهدم. نعم، نحن نطالب الجهات المسؤولة بإعادة تأهيل، كون الجهاز كما التقينا بالمهندسين أن الجهاز شغال حاليا، هذا يقدم خدمة للمدينة وبوقت قياسي إن شاء الله. أهم المعوقات اللي تواجه؟ أهم المعوقات إحنا مشاكلنا مشاكل البنى التحتية، يعني عدد الأسرة حاليا لا يتجاوز 1700 سرير، بينما قبل سقوط المصر كنا نعمل بسعة سريرية تتجاوز 4000 سرير. مصرف الدم حسب ما قاله المهندس المشرف على المشروع مدة الإنجاز هي 450 يوم. بالنسبة لمستشفى الحروق، ما هي الإجراءات التي تتخذها على الشركة المنفذة؟ مستشفى الحروق يعني هو المقاول متلكئ بالعمل، ونحن نطالب باتخاذ إجراءات قاسية بحق المقاول. كنا هذا اليوم في زيارة إلى الموقع البناء لمعرفة مدى البناء ومدى الإنجاز في هذه المشاريع التي هي محالة معظمها للUNDP. إنجاز قليلة، تناقشنا مع المهندس الموجود من الشركة، نسبة الإنجاز لا تتجاوز 3%، المفروض واصل إلى 15%. التلكؤ بسبب الظروف، بسبب الأمطار، بسبب فحص التربة، أعطانا عدة أسباب لهذا الموضوع، ونحن سنبقى في متابعة لهذا الموضوع، وستكون هناك زيارات متكررة حتى نصل إلى الحل النهائي لهذه المنطقة، لأن هذا المجمع سيقدم خدمة كبيرة للمدينة. كذلك سنزور مركز القلب المفتوح الذي أيضا من المؤمل أنه قد يعود العمل إليه كصالات عمليات، كون هذه الصالات بحاجة إليها، والكل يعرف أنه الموصل بحاجة لكل سرير ولكل غرفة إضافية. مثل ما تفضل دكتور جاسم، البنى التحتية عندنا مشكلة كبيرة، فنحتاج إلى إسناد بإعادة هذا العمل، ومن ضمنها المعجل الخطي الذي أيضا نحتاج إلى عدم الهدم، لأنه يقدم خدمة كبيرة، وهي مناشدة إلى كل الجهات المختصة بالتدخل إعادة تخطيط المجمع بما يليق وبما يقدم خدمة أفضل وأسرع لأهلنا في الموصل. اللي حاليا في المجمع عندنا بحدود 7 مشاريع: مصرف الدم، مستشفى الأورام، GIZ، الحروق، UNDP بالنسبة للعقم، والدكتور جاسم المعماري أيضا أبلغنا اليوم مشكورا بمتابعته أنه مستشفى البتول أيضا تم إحالته للUNDP وتم الموافقة عليه. ممكن المؤمل أن تبدأ في حالات الكشف والعمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله.